ما يخوفني بسلامتكم من السجن، وانا اعرف ان هذا السجن ما دخلته ما بقت الاموال، ولا فرطت بالدستور، ولا خنت الامانه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا تقاعست عن الدفاع عن حرياتكم. السجن ما رحت انا بها الاسباب، ما سرقت الاموال، بالتالي السجن شرف. في فرق بين تروح للسجن وتخانع الراس مدلق راسي دليل حرامي، وبين انك تروح وذنبك انك تدافع عن حقوق الناس ودستورها وامالها وعن مستقبل اجيالها. هذا شرف ولا يعيبني، وبالعكس انا اعتقد وجودي كثمن لهذه المواقف. اليوم عندي بعشرة ايام افتخر فيه من حياتي، وانا اعلم ايضا وبإذن الله أني يوما ما سأخرج من السجن مرفوع الرأس وسيحاسب التاريخ سجاني، وسيكون الحساب عسيرا عندما تنتصر الأمة وينتصر أبناء الشعب الكويتي. هم يرون هذا الحلم بعيد، حنا نراه قريب بإذن الله عندما يعطى هذا الشعب حقه في إدارة أمره، في الحكومة المنتخبة التي يأتي رئيسها من صناديق الاقتراع، تختار الأمة راضية مرضية بقرارها وإرادتها بعد الله سبحانه وتعالى. رئيس وزراءها يقول أحد إن هذه قفزة إلى المجهول، أقول له نعم أنا أرى الجانب المضيء فيها، لكن والله إن هذه القفزة إلى المجهول لن تكون أسوأ من الوضع اللي إحنا فيه الآن. يقولون المعارضة هي اللي عطلت التنمية، وبعد يرددون هذا الكلام أول الناس ما تدري ما هم أمام أمر واقع. المعارضة هي اللي عطلت التنمية، هي اللي شدت، وهي اللي كذا، وهي اللي معارفة تقول وتسوي. الآن لكم ثلاث سنوات والمعارضة خارج مجلس الأمة، وسنتين والبلد في حالة ركود ما في حراك، وين تنميتكم؟ وين مشاريعكم اللي قاعد يبغونها المقاولين الفاسدين؟ وينها؟ وين أموال الكويت اللي قاعدة تنهب؟ وين المنح اللي قاعدين تعطونها لكل من هب وجب؟